لا رياضي كبير. اهلا بحضرتك دكتور. حضرتك فن دكتور سيد، ماذا لديك من تفاصيل في هاتين الدعوتين 40 لرئيس الزمن و 40 بضمان الجمعيتين العليتين العاديه والغير عاديه؟ وانا الحقيقه استمتع بحديث الاستاذ جمال العاطي جدا، ويعني بعرف فيه هو ايه انه انا قلت ده وانه التدخل ده كان اكثر من كده اللي بيبقى يعني بيبقى غيور على الرئاسي ان بفعل مرابط وقرار يطلع من الدولة عشان يكون حافز لصالح الرياضة وصالح الجمهور. خليني اقول لحضرتك انه الرياضة اساسها الاخلاق. القانون الرياضة 71 ل 2017 كان حريص على انه لما يبقى في نادي حاجة مش مدير النادي باعضائه، هنجيب نخبة، النخبة دي كان ألزم النخبة دي بأنه يكون عندهم حسن سير وسلوك وسمع الثلاثة اللي الأستاذ جمال بينادي بيهم. فإذا فقد أي حد من أعضاء مجلس إدارة نادي أو اتحاد أي واحدة فيهم فهو فاقد للاعتبار اللي على أساسه أنا انتخبته. القضية الأولى رقم 40 إحنا اترفعت ليس لمسألة شخصية بين هاني العتال وبين مجلس الإدارة، وإنما لصالح أعضاء مجلس الزمالك أو إدارة النادي الزمالك. ليه؟ أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك. أعضاء الجمعية، عند حضرتك أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك. تفضل. المشهد لم يكن صحيحا. المفروض إحنا عندنا قانون وعندنا لائحة، ولما اللائحة دي تخترق ولا تحترم يبقى على عضو مجلس الإدارة الذي لا زال عضو مجلس الإدارة رغم حرص الآخرين على أنه يغيب عن مجالس الإدارة، هذا العضو أو نائب رئيس المجلس كان حريص على إعمال القانون اللي الدولة مش عايزة أنها تتدخل في إعماله في الوقت المناسب. فأقمنا الدعوة أبعيد بشأن الجمعية العمومية العادية والعادية اللي كانت فيها خلافات صارخة في شأن انعقادها على يومين، وكمان جدول أعمال لم يخطر به حد. أما الدعوة 42 كانت بمناسبة أنه يقينا الأولى لم يكن هناك مجلس إدارة عقد صحيحا، والثانية أيضا لم يكن هناك مجلس إدارة عقد صحيحا. وحضرتك تفضلت وقريت الدعوة لحضور الجمعية العمومية غير العادية يوم 18 و19 بالظبط. خلينا نتفق يا أستاذ عبد الناصر إن إحنا قدام نادي الزمالك اللي أقرتها اللجنة الأولمبية، واللي كان الشرط الرئيسي عشان يتم نشرها في الوقائع المصرية أن توافق عليها اللجنة الأولمبية. هذه اللائحة بتقول ايه؟ لما تعوز تعمل جمعية عمومية فيهاش بند الانتخاب يبقى حدك الأدنى 15 يوم. الإعلان في جبل الأهرام عن الدعوة كان يوم 6 أكتوبر، ودعا لانعقاد الجمعية يوم 18 أكتوبر. يعني إذا الفرق 12 يوم. يعني مبدئيا في بطلان في الدعوة، يعني مبدئيا في بطلان في الدعوة، ناهيك على انه لم يكن هناك مجلس ادارة قاطعي، ومع ذلك انت جاي في الدعوة بتقول يتشرف مجلس الادارة. هو ده خبث؟ هو امتى انعقد مجلس الادارة؟ مش اللائحة بتقول انه مجلس الادارة تم الدعوة فيه للجميع بأي وسيلة؟ تم الدعوة تكون الدعوة فيها سنة لجدول اعمال وده المرفقات اللي فيها حاجة بصراحة يا دكتور سيد أمور مضحكة مضحياكم مضحيات مكياة. صحيح حضرتك، يعني أنت اللي بتحط اللائحة وأنت اللي بتخالفها، أنت مكتوبة سيارة أنك أنت اللي سر اللائحة. طب احترمها بقى، أو احترم الجمهور الزمالكاوي، أو احترم أعضاء الجمعية العمومية، قول لهم بدل يوم 18 يا الله نحبكها شوية نفوق الستة 15 يوم. عشان يا دكتور سيد وجهت صارما
للسيد رئيس اللجنة الأولمبية ومعالي السيد الموقر وزير الشباب والرياضة، قلت له لسه قاعد 10 أيام أرجوكم، 9 أيام أرجوكم يا جماعة قولولنا من دلوقتي حتى لا يتكرر المشهد العبثي لما حدث قبل 30 و 31. خد المفاجأة الثانية يا فندم. اتفضل. أنا بس كنت عايز يعني أسأل سيادة المحامي الأعلى إن هل يعني الرياضة المصرية هتقعد في المحاكم فترة طويلة بدون ردود أفعال؟ هل دور المرشح اللي هو جاي يعمل عمل تطوعي زي هاني العتال أو غيره إن هو طول الوقت يفضل يلف محاكم ويرفع قضايا بدون يعني أي رد فعل، هل هو ده دور الرياضة؟ يعني إحنا إمتى نحسم المشاكل دي؟ يعني معقول يا جماعة وطن بحجم مصر يبقى كل دور رجز هاني العتال ده ان هو دخله في دايره كده غريبه بدل ما هو مرشح وجايب اغلبيه وجايب اصوات وجايب صناديق انتخابيه نحوله انه طول كل يوم يرفع دعوه عشان ياخد جزء من حقه؟ فين بقى اللائحه الاخلاقيه وفين مبادئ اللي هي جبلت عليها اللجنه الاولمبيه؟ يا جماعه الاخلاق فين؟ عمر الرياضه المصريه ما راحت للمنطقه دي خالص غير في الايام العجاب اللي احنا فيها دي. فده بس سؤال قاطع كده بعد اذنك يا ستر. يا دكتور سيد اتفضل. يا دكتور حضرتك دي اسمها تسويه منازعات. يعني الدستور عارف انه ما يبقاش فيه محكمه زي مجلس الدوله او المحكمه المدنيه. عارف حضرتك السر الاكبر ان في 57 مستشار محترم اعتذروا عن نظر القضايا اللي فيها اسم الزمالك طبعا شارك والاعضاء شخص ممثل قانوني لنادي الزمالك كله بيعتذر. لدرجه ان احنا قعدنا 7 شهور بدون تشكيل هيئه لان كل ما نختار حد يبعد بعد كده يعتذر طبعا يستخدم عقله والمنطق وانا عليا بايه الاقي السباب وان انا اجرح فيا ولا في عيلتي عليا بايه؟ لا انا بعتذر. جزئيه. الجزئيه الثانيه معليك انا عايز اضيف كمان اني في بطلان في الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقدها على 2 برضو في اطران غير مبرر على 2 وليس يوم رغم انه فاش بند انتخابات. العيب الثالث ولا البطلان الثالث هو بيتكلم ان احنا في عندنا موضوعات المفروض الموضوعات دي عاجلة وضرورية وملحة ولابد ان انا اعقد جمعية عمومية غير عادية. ايه بقى؟ تلاقيه في صدر الاعلان بيتكلم على المؤامرات اللي بيتعرض لها الزمالك. ايه المؤامرات؟ ده الناس كلها عارفه ان مفيش مؤامرات، ده مسائل حضرتك استفدت فيها النهارده ان في هناك مخالفات ماليه في شان عدم سداد في الوقت المناسب حقوق اللاعبين. يعني اذا بطء القرار او ان مجلس الاداره بدل ما يعني كله يتكتل على الاستاذ هاني العتال او الاستاذ جورج عبد الله الدكتور عبد الله جورج كان عليه ان هو يتصدى انا اسدد المديونيه وطهر النادي من اي مشاكل لا افريقيه ولا دوليه. يعني ما ينفعش ان يوصل لحال ان احنا نبقى مهددين انه الكره المصريه تخرج خالص عن المنافسه الدوليه. المفروض ان الكوره اخلاق الى جانب انا مش عايزها محليه فقط او كل الرياضات مش لم تخلق على انها تبقى محليه وانما الدوليه فيها محل اعتبار. وانا مستغرب انه المساله زي ما حضرتك تفضلت هو العبره بالاداره الجماعيه ولا الاداره الفرديه؟ المشرع حريص على انه يعمل مجلس الاداره لتبادل الراي والانتهاء الى قرار حتى لو كان قرار الأغلبية تحترم الأقلية، لكن المشهد يقول أنا قررت وبعد كده يتقال إن مجلس الإدارة ومجلس الإدارة لا يرى النور ولا يطلع على الموقع الإلكتروني للزمالك عشان حتى المخاطبين به سواء جمهور النادي أو أي عضو أو أي جمهور يعرف إيه اللي بيحصل في مجلس الإدارة ما يعرفش. طب إمتى بالليل ولا الصبح صدر قرار من مجلس الاداره لعقد جمعيه عموميه يوم 18؟ المفروض القانون بيقول لو انا عايز اعمل الموضوعات يبقى لابد ان يبقى فيها جدول
وهذا الجدول يبقى بيطرح ان انا عايز اعمل جمعية عمومية غير عادية بسبب، لكن هو الحاصل انه طرح. يبقى اذا باعتبار ان اللائحة بتاعته اتحط التفصيل وقال ان من حق رئيس المجلس وفقط انه يدعو الى جمعية عمومية غير عادية. إذن كل ده فيما يخص الدعوة رقم 40 واضحة المعالم، يحذر من خلالها هاني العتال بتكرار ما حدث يوم 30/31، ويرسل انذارا مبكرا بدعوة امام مركز التسوية والتحكيم ببطلانها قبل انعقادها بتسعة ايام، وهي رسالة كافية للجنة الاولمبية والوزير المختص سواء المهندس هشام حطب او معالي الوزير اشرف صبحي، حتى لا يتكرر المشهد العبثي الذي حدث في جمعيتي عموميتي العادية والغير عادية 30 و 31. ولكن احتاج الى تفسير فيما يخص الدعوة 42 الخاصة بالعزل. محمد العزل يا دكتور، الدعوة 42 هي اللي خاصة بالعزل، لان هي لسه اللي مأيدناها النهاردة فقط. زي ما قلت لحضرتك استنادا الى نص المادة 21 من القانون مش من اللائحة، اللي بتلزم بحسن السير والسلوك والسمعة. وصلت. فاحنا كل اللي احنا فيه ده بسبب خلاف واختلاف حول هذه المادة. يعني واحنا اعتمدنا على المواقف الاخيرة اللي وصلنا بها واللي معلومة للكافة، حتى ان احنا جبنا ذوي القدرات الخاصة، ويعني كان في مشهد غير صحي تماما، واحنا بنطبق للعالم مشهد مش مضبوط، لدرجة انه قناة القنوات العالمية تصدت لده وده لا يستقيم. فبرضو غيرة هاني العتال على الصالح العام لنادي الزمالك، هو ليس لديه اي خلافات مع اي عضو من اعضاء نادي الزمالك، تمام، اما خلافه على ادارة النادي اللي هتودي النادي بانه يبقى عليه مديونيات، الى جانب هو نفسه بيستغرب الدعوة الباطلة دي مين اللي هيتحمل اتعبها، مين اللي هيتحمل مصاريفها، هل برضو خزينة الزمالك المحملة باعباء كثيرة، الى جانب حضرتك تفضلت الرقم اللي موجود في الميزانية الخاص بالقضايا مرعب في الميزانية، ومين اللي بيراجع هذه الميزانيات كمحاسب قانوني معتمد اللي بيبقى فيها تحكيم وعدم المصارحة في كل الامور. انت بتجمع الجمعية العمومية اللي بتجيبك عشان تعرض عليها الامر كاملا. دكتور سيد بحيري، انا اطلب من حضرتك طلب، نحتاج الى ملفات هاتين الموضوعين، ونحتاج الى حلقة على الهواء مباشرة حتى لا نترك المشهد العبثي يعود من جديد، وان ننذر من خلال دعوة سيادتك الى الاستوديو انذار اخير لكل الجهات المسؤولة بضرورة التصدي للجمعية العمومية التي دعا اليها ادارة نادي الزمالك يوم 18/19 اكتوبر الجاري، حتى لا نقع في فخ المحظور كما حصل في 30 و 31. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، واتمنى قبول الدعوة. فندم ده شرف لي. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا دكتور سيد بحيري. ضمن سلسلة المشهد العبسي طبعا، انت عملت جمعيتين عموميتين غير قانونيتين، انت بص بتطلع لسانك وبتبني عليهم، بناء عليهم بتدعو لجمعية عمومية جديدة. طب انا اسألك سؤال، فضل. ايه اهمية الدعاوى؟ ادم